في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس الثامن، تقنية الاعتيادية للجمع الأعداد من 0 إلى 9999، الصفحة 38. عندنا الصفحة 38 في الدرس الثامن، التقنية الاعتيادية للجمع الأعداد من 0 إلى 9999. لا تكنيك داديسيون، لا تكنيك هي معنى التقنية، داديسيون لي نومبر دو زيرو أ 9999. كان عندنا الحصة الثانية، أكتشف وأتمرن، ألاحظ وأكمل. لا يتغير مجموع عددين إذا غيرنا ترتيبهما في عملية جمعهما. إذا المجموع لا يتغير إذا غيرنا ترتيب الأعداد في العملية. مثلا عندنا 5 + 3 = 8، 5 + 3 = 8. نغير ترتيب هذه الأعداد، كنديرو 3 هي الأولى وخمسة هي الثانية، الحد الثاني. إذا الحد الأول غيرنا ترتيب الحدود، 3 + 5 = 8. هذا هو المعنى، أنه إذا غيرنا ترتيب الحدود لا يتغير المجموع، هدف عملية الجمع. عند 50 + 30، إذا الحد الأول هو 50، الحد الثاني 30، تساوي 80. 80 لأن 5 + 3 = 8، والصفر كنضيف صفر لأن الصفر نحتفظ به. هلا نغير ترتيب هذه الحدود، إذا 30 + 50، إذا الحد الأول ولا عندي 30 ماشي 50، + 50 تساوي 80. 450 + 150، 400 + 100 هي 500، 50 + 50 هي 100، 500 + 100 600. إذا 450 + 150 تساوي 600. نغير ترتيب هذه الحدود، الآن كانت عندي الحد الأول هو 450، يصبح الحد الأول 150 + 450 هو الحد الثاني، تساوي أيضا 600. إذن لا يتغير المجموع، هذا هو المعنى. أستنتج وأطبق وأكتب كل عدد، 6 + 4 + 3. هنا عند دائما ننجز أولا ما بداخل الأقواس، 6 + 4 = 10، ثم زائد نضيف إليها 3 تساوي 13. إذن 6 + نغير ترتيب الآن، ترتيب هذه الأعداد كانت 6 + 4 = أصبح الآن 4 + 3 =. إذن +4 + 3 =. قلنا أننا ننجز أولا ما بداخل الأقواس، 4 + 3 = 7، 6 + 7 تساوي 13. إذن المجموع لا يتغير، عندي هنا وجد 13، المجموع كان عندي في الأول 13،
إذا المجموع لم يتغير. اثنان زائد ستة زائد ثمانية، لاحظ ننتج أولا اثنان زائد ثمانية تساوي عشرة. عشرة زائد ستة تساوي ستة عشر. ستة عشر سبعة زائد خمسة زائد سبعة. إذا ننجز أولا سبعة زائد خمسة اثنا عشر. اثنا عشر زائد سبعة تساوي تسعة عشر. هنا عندي أربعة زائد صفر تساوي أربعة. أربعة أضفت إليها صفر لم يتغير، إذن تساوي أربعة. أربعون زائد صفر تساوي صفر زائد أربعون، إذن غيرت ترتيب. ترتيب الأعداد كان عندي الحد الأول هو أربعون والحد الثاني صفر، الآن ترتيب أصبح الحد الأول هو صفر زائد الحد الثاني هو أربعون، إذن تساوي دائما أربعون. ثلاثمائة وأربعون زائد صفر تساوي أيضا صفر زائد ثلاثمائة وأربعون تساوي ثلاثمائة وأربعون. السؤال الثالث، 135 garçons ont participé à une course. Il y a 135 athlètes شاركوا في مسابقة. Le nombre de filles est 164. عدد البنات 164. J'observe, ولاحظ et j'écris la somme totale des garçons et des filles. وأكتب la somme totale, la somme جمع des garçons et des filles. للأطفال جمع الأطفال والبنات. إذن عندي العدد 135 طفل وعدد البنات 164. ننجز عملية الجمع. لاحظ 135 زائد 164 ولاحظ أننا نضع الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. إذن أنجز 5 زائد 4 9. 3 زائد 6 تسعة. أكتب تسعة. واحد زائد واحد تساوي اثنان. أكتب اثنان. إذن العدد هو المجموع 299. أكتب 299. إذن عندي هنا 135 زائد 164 تساوي 299. ونأتي إلى نهاية هذه الصفحة. شكرا، ولا تنسوا المشاركة والدعم. شكرا.